طيب حلو جدا. يبقى انا افهم من كلام حضرتك ان لو هنتكلم تحليليا عن عدم يعني فوز للمنتخب المصري، هيك طبعا جزء زي ما تحدثنا عدم التوفيق، هل في اخطاء بقى يعني ولا لا؟ انا بتكلم في اللعب. اكيد في اخطاء. اكيد في اخطاء. طيب والاخطاء دي هيتم دراستها وتحليلها وتجنبها في الفتره اللي جايه. دي مهمه التحليل الفني، انه مش بس الفرق المنافسة، مش تحليل الفرق المنافسة طبعا. بس لكن تحليل المنتخب المصري نفسه علشان نوصل بالتدريب لأعلى مستوياته ونصحح الأخطاء دي فيما بعد. وأعتقد أن المستوى اللي ظهر مبين ده جدا، أنه إزاي هعرف ألاعب المنافس، إزاي أقلل نسبة الأخطاء بالتحليل الفني الدقيق، فدي حاجة جميلة يعني. برضو يعني بحكم وجود حضرتك الدائم مع المنتخب ودورك الفني معاه، اكيد بتتجاذب اطراف الحديث مع اللاعبين يعني كلما اتيحت لك الفرصه. اكيد بيقولوا لك ايه؟ يعني احنا انطباعاتنا احنا كمشاهدين ومشجعين، تمام، هم نفسهم شايفين نفسهم ازاي سواء قبل يعني انتهاء يعني اثناء فعاليات المونديال او حتى يعني بمجرد الانتهاء منه، هم شافوا نفسهم ازاي من قبل البطوله دي؟ في ثقه كبيره جدا من اللاعبين ان كان هيحصل اداء كويس، ثقة كبيرة جدا. ويمكن من الحالات الجديدة اللي كان في ثقة قبل كده، لكن مش بالمستوى ده. البطولة دي قبل البطولة أثناء الإعداد ومن بداية البطولة في روح ثقة كبيرة جدا ما بين اللاعبين والجهاز الفني، إن احنا كنا هنوصل لأبعد نقطة في المونديال ده وهنعمل أداء راقي. جميل. طيب وبعد بقى الخساره من الدنمارك كانت الحاله المعنويه عامله ازاي ورؤيتهم لانجازهم في مشوار المونديال كانت عامله ازاي؟ كان في حاله من الحزن طبعا بعد الهزيمه. لا ما ده مفروغ منه بطبيعه الحال. لكن انا بتكلم هل حاسين ان كان في مثلا ثغرات معينه، اخطاء معينه هم نفسهم قالوا ايه؟ طبعا ما احنا عايزين طبعا حاسين ان في استاذ محمد ليها يعني احنا حاسين كان في حاجات احنا ايموشنال شويه. احنا كنا بنلعب المباراه مركزين في التفاصيل الفنية كلها، لكن في حاجات مع الحماس ومع العاطفة ان احنا نكسب المباراة، وان احنا قربنا في اوقات كتير جدا ان احنا نكسب المباراة. فطبيعي مع المجهود البدني الزايد كمان وطول اللقاء ان وقتين اضافيين، فطبيعي بيحصل اخطاء تبعا للحالة الذهنية اللي وصل لها اللعيبة والحالة البدنية اللي بقت في اخر المباراة. يعني احيانا بتخرج من تركيزك في اوقات وارد جدا. فدي من الاخطاء اللي حصلت، يعني اللي بعتبرها يعني مش بلتمس عذر اللاعبين ولا حاجه، بس حضرتك بعد مباراه ماراثونيه قدام بطل العالم بالشكل ده وتوصل لمرحله من المجهود البدني والذهني قمه في الاجهاد، فطبيعي ان يحصل اخطاء فيه.